أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع
وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ فإنها لا تغمى الأبصار ولكن تغمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن كألف سنة مما تعدون وكأي وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة
صدق الله العظيم.